الذي يثبت أن كورة الشمالية متورطة في مثل هذه الأنشطة هناك مصدران. المصدر الأول الكوريون الشماليون الذين لجوا إلى كوريا الجنوبية وكانوا يدلوا بشهاداتهم. الجانب الآخر هناك علماء وهناك مهتمون في الولايات المتحدة من خلال الدراسات ومن خلال بيانات تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية. يقولون أن هناك أنشطة زراعية تتم في مناطق جبلية بعيدة، ولكن كما نعلم العلاقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في تلك الفترة لم تكن بالوضع الجيد عكس ما هو عليه الآن، وأيضا إفادة الكوريين الشماليين لم تكن بتلك الموضوعية والمصداقية. عادة اللاجئ الكوري الشمالي كان يريد أن يحقق هدف معين وهو قبوله كلاجئ في الجنوب، لذلك كان يبدي ببعض المعلومات التي تشكك في مصداقية أو في قبول النظام الحاكم في كوريا الشمالية. كيف كانت كوريا الشمالية تتعامل مع هذا العمل أو هذا النشاط الذي يعني هو معروف نشاط غير قانوني وغير شرعي؟ هناك بعض من المراقبين في الولايات المتحدة تحدثوا عن أن كوريا الشمالية كانت تماطل وتراوغ من خلال عدد من السياسات. هذه تم تأسيس عدد من الشركات، هذه الشركات تتبع لحزب العمال الحاكم وطلب منها تسويق هذه المخدرات وهذه المنتجات الممنوعة قانونا، لذلك عدد كبير جدا من أعضاء الحزب الحاكم كسبوا أموالا طائلة من خلال هذا العمل غير القانوني. وأيضا كما قال بعض من المزارعين إنهم كانوا يعانون خاصة في فترات المجاعة، كانوا يريدون أن يزرعوا مواد تقيهم من الجوع والعطش، ولكن الشرطة والجيش الكوري الشمالي كان يجبرهم على زراعة تلك المخدرات.